اللي شافكم في الخسران ما لازمش يسكت احنا غادي في الخسران احنا غادي اللي كيشوف هذا الفيديو يبارطاجيه حتى حتى شي واحد دابا ما غادي يقد يعاوننا من غيركم نتوما. السلام عليكم خوتي خوتاتي ورحمه الله تعالى وبركاته. نهار جديد وموضوع جديد. موضوعنا اليوم موضوع ولكن في نفس الوقت نداء استغاثه لاخواننا الطلبه اللي عالقين في مدينه ووهان بوسط الصين. كيف تعرفوا خوتي خوتاتي يعني هاد الايام كنسمعوا بواحد الفيروس اللي هو فيروس كورونا اللي تكتشف في واحد السوق ديال الحيوانات وبالخصوص بجناح سوق الاسماك مدينه ووهان. يعني المدينه ما كيدخل منها حد ما تيخرج منها حد. وقعت بالبالة في الصين بالخصوص مع اقتراب رأس السنة الصينية. ومع تطور انتشار الحالة قررت إغلاق المدينة بشكل كامل وأعلن فرض حجر صحي على المدينة من الخميس 23 يناير ومنع دخول أو خروج السكان منها وامتد العزل عشان يشمل يوم الجمعة أكثر من 10 مدن في محيط مركز ووهان. أعراض المرض شبيهة بأعراض الإنفلونزا زي الأعراض التنفسية والحمى والسعال وضيق وصعوبة التنفس وفي الحالات الأشد ممكن تسبب العدوى التهاب رئوي وفشل كلوي وحتى الوفاة. والمشكلة ان الفيروس ملوش علاج واكتر حاجة ممكن يعملها الاطباء هي الرعاية الصحية للمريض اللي تعتبر مفيدة في حالات كتير. والخسائر ما كانتش بشرية بس فانتشار المرض سبب خسائر كبيرة للاقتصاد الصيني. فبعد اكتشاف فيروس المرض اعلنت مدينة بكين الغاء الاحتفالات الشعبية براس السنة القمرية واللي كان مفروض انها تبدأ يوم الجمعة وتستمر اسبوع كامل. العجيب ان السنة الصينية دي بالذات اسمها سنة الفار. الفار اللي ممكن يكون هو سبب انتقال المرض للانسان. والغى الصينيين رحلاتهم السياحية واتقفلت الاماكن العامة زي المولات ودور السينما والأسواق. ولحد الساعة مصاب أكثر من 2000 شخص وموتى عشرات الناس. ويعني تكتشف حتى شي دول خارج الصين مثل اليابان مكاو كوريا الجنوبية أمريكا فرنسا أستراليا تايلاند ولكن مازال ما صابت شي حالة عدوى يعني إلا في الصين. ولجينا نشوفوا يعني مثلا في 2002-2003 كان تكتشف تما كاين اوقف حتى في الصين وتما في الصين تكتشف فيروس سارس اللي اصله كان من الخفافيش من الخفاش بالدارجة يعني من تيرلي الحساء تيرلي السوبة ديال الخفافيش. وهذا الله يستر هذا فيروس كورونا كيرشحوه بانه يا من الحوت يا من الفيران يا من راك عارفين الناس هذوك الناس يطحنوا كل شيء اخوتي تحسوا كل شيء. خليكم مع الفيديو تشوفوا لي السوق.
والله يخليكم علاش درت هذا الموضوع ماشي على فيروس كورونا ولكن على هاد الشباب المغاربه اللي عاقين تما كاينه اللي يعني جميع الدول دخلت الجاليه ديالها ورداتهم لبلدانهم الا الجاليه ديالنا المغربيه بخصوص طلبه تما كاينه تيقراو يعني عالقين تماك كيف تعرفوا حتى واحد مازال ما سول فيهم اللي كيشوف هذا الفيديو يبارطاجي حيت حتى شي واحد دابا ما غادي يقد يعاوننا من غيركم نتوما. ووهان واحد المدينه اللي كاينه في الصين انتشر فيها واحد المرض اللي سميتو كورونا فيروس في الاول ديال هاد جونفي. الخبر ما توسعش بزاف وبقى على الصعيد المحلي ديال ووهان، يعني حتى شي واحد ما عرف بهذا الخبر من غير الناس اللي ساكنين في ووهان. من بعد وقعوا شي حالات مماثله في شي دول وحده اخرين بحال جابان وتايلاند، وهذا الشيء خلى الخبر ينتشر بشويه بشويه. توصلت واحد الحاله مماثله في امريكان وتعقبوا المرض ولقاو انه جاي من وهان. من تماك انفجر الخبر وكلشي ولا عارف عليه. ولاو دابا شي حالات كارثيه الا جيتي تلقى بنادم طايح الصداع الغوات. وكيف العاده سمعنا الهضره ديال ما تخلعوش، نتوما عارفين بحال هاد الحالات ملي كيوقعوا المسؤولين كيقولوا نفس الهضره. المشكل اللي كاين دابا المسؤولين قراو يديروا واحد الحظر ويسدوا المدينه ديال ووهان، يعني ما يخليوش بنادم يخرج من المدينه ديال ووهان. يعني الناس اللي تسالت لهم الفيزا غادي يلقاو واحد الصعوبه. الناس ديجا قطعت البيه ديال الطياره باش يرجعوا لبلادهم وما يقدروش دابا. وهنا فين كاين المشكل، حنايا طلبه مغاربه هنايا كاينين في ووهان ما قدرناش نرجعوا للمغرب. كل واحد والبلانيطاري ليه، كاين اللي تبلوكا في ليغوبور، كاين اللي يلاه كيوجدوا عرف بلي ما غاديش يقدر يرجع للمغرب. دوزيام ميديان تي في هضرات على المرض بشكل عام وما هضرتش على المغاربه اللي واحلين هنايا. السفاره ما سمعنا منها حتى شي خبر، وانتم عارفين بلي المناعه ديالنا ما تقدرش تواجه هذا المرض اللي مميت. وشحال من واحد واكل الدق وحنايا دابا مخلوعين، والدينا مخلوعين، ما قدروش يديروا لنا الفاس ويصيفطونا في الطياره حيت اش مخلوعين ينتشر المرض في شي دول وحده اخرى ونصدقوا في المشاكل. وهذا الشيء علاش بغيت كم كاملين تبارطاجيو هذا الفيديو. بارطاجو واحد تساوي واحد وحد اخر يعرف على هذا الخبر. وحنا غاديين الا بارطاجيتو بزاف تقد تكون عندنا واحد الفرصه ديال السفاره تسمع الصوت ديالنا وتحاول تلقى لينا شي حل. الا قلت لكم كنهضر بحال شي روبو فانا كاتب هذا الشيء في التليفون ديالي باش ما نبقاش ندخل ونخرج في الهضره حيت هذا الشيء مهم وخصني نسالي معاه دغيا. وكنتمنى حتى شي واحد ما غيتردد ويساعدنا حيت شي واحدين هنايا. فلهذا الله يجازيكم بخير بارطاجيو معنا هذا الفيديو يوصل جميع يوصل يعني الأكبر عدد من الناس. وشكرا جزيلا، ما تنساوش لايك. وشكرا دائما للناس ولا الصديقات والأصدقاء اللي كينضموا لعائلة باخويا فلوق، شكرا جزيلا. وحتى الفلوق ولا الموضوع الجاي. السلام عليكم، تشوس.